يقول: قال بعض العلماء: الإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فكيف يكون للقلب عمل؟ النية، نية القلب عمل، نية القلب عمل، فنيته وقصده ومحبته للخير والخوف من الله والخشية، كل هذه أعمال قلبية، الخوف من الله والخشية من الله ومحبة الله جل وعلا، هذه كلها أعمال قلبية، والنية والقصد، نعم، أعمال القلب كثيرة، نعم.